رجاء فكروا معي في اشياء ممكن تأذيك وانت مالك داري، انك تنشغل بالماضي تعيش فيه، وانك تنشغل بالاخرين بالمقارنات. اساسا المقارنات عدوة السعادة وعدوة الراحة وعدوة القناعة. انك تقلل من حالك، انك تعطي اهمية لنظرة الناس إلك وفيك، لأنك بهالحالة رح تحاول ترضيهم وتنسى نفسك وأصلك وحتى حقيقتك. خليك مثل ما أنت، واللي بده إياك رح يحبك مثل ما أنت، واللي بيكرهك رح يضلوا يكرهك مهما عملت أو عشان ترضيه حاولت.